يكره اليوم نكاحة المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسمات بالموازنة في نقدر ذلك. أنا أقول أن نقدر إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لا بد من ذكر ما يحصل وما يطرح بما يتعلق بالمسمى من خيره ومن شره. أما إذا كان المخرج لترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وخاصة عن مسلم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومصادر الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء. هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، فلذلك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة. ذلك لأن المقصود في ذلك النصيحة ليس هو الترجمة الوافية الكاملة. من درس السنة والسيرة النبوية لا يشك لبطلان اطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر السيئة المتعلقة بالشخص بالمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصف الناس فيه. والأحاديث ذلك أكثر من أن تستحضر لهذه العجالة، ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تعسل على ذلك. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجلا استأذن الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: إنني الله بئس أخو العشيرة فيه، إنني الله بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل وكلمه عليه السلام حسب الله ودسه، ولما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لما استأذن الدخول كنت تؤذن له بإحداث العشرة، ولما كلمته حتى قال: يا عائشة، في مصر الناس عند الله يوم القيامة من يتقين بالناس مخافة شره. قال رجل لم يطبق هذه البدعة العقلية الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الرجال ليس مجال ترجمة الرجال، وإنما هو مجال التحصيل والتعريف لهذا الرجل حتى يحضر. من هذا القبيل أيضا فلعله ألطف وأمس بالحجة لهذا الموضوع، لأنه ذكر الذي ذمه عليه الإسلام
بقوله جئت أخنا عن سيرة الهند يقول صراح الحديث لأنه كانوا منافقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألقه حتى يكفي شره إتباعه المسلمين من عليه السلام. لكن يسأل السؤالي أنفس الموضوع لأنه يتعلق بامرأة مسلمة. حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهل ومعاوية خطباني. معلوم أن كل من الرجلين من أصحاب الرسول عليه السلام وصى إلى امرأة خطبت من كل منهما. فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فرجل صديق وأما أبو جهل فلا يضع العصا على عاتقه. قال ذلك قال قد انتقض ولم يذكر محاسن كل من الرجلين. لأن المرأة جاءت تستنكر الرسول عليه السلام لأي ما تقبل التزاوج معه. فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء بما ترغب المرأة عادة في الرجل. فإذا كان الرجل فقيرا لا داعي له بين الناس فمن لا رغبة للنساء مثله. كذلك إذا كان بوابا للنساء أو كان كثير الأسرار. كل من الوقتين إذن أن يكلم أو فكرة أن يكلم مشروع الحديث حينما قال عن الإسلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا على عاتقه. يعني كناية عن كفي الأطفال أم إنه لمجرد ما يرى خطأ من المرأة من إنكار إلى غربها. حتى لكل من المفسرين الراجح وأنه بواب للنساء. أيضا أنه عليه السلام ذكر عيب عيب اليمين ومن ينكر مناقبهما وأنهما آمنوا بالله ورسوله وأطاع الله ورسوله وإلا أهل الإسلام. وحدث عن هذا ولا حرج. لذلك لما تكلم العلماء عن الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم الغيبة لم يتعلم إلا أن يبين نصحا للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة. وقد جاء ذلك بعض العلماء الورقاء ببيتين من الشعر فقال قائلهم أي قد سميتم غيبة في ستة متلجم ومعذب ومحذر ومجاهر نصفا ومستكف ومن طلب الإعانة في الإعانة من خلف. والحديث في شرح هذه اختصار الست المذكورة في هذين البيتين حديث طويل ولكن لمهمتنا أن أتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب أن هؤلاء الذين ابتدعوا من المواجهات كل الأساس يخالفون الكتاب ويخالفون السنة. السنة القولية والسنة العملية ويخالفون المنهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وتحضر لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سنة الثالث. من الخلاف بين المسلمين فيما أعتقد أنهم أتقى وأورى وأعلم في الآخرين مما جاءوا من معجزين. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم
وهي من أجل الحصة الأولى من خيام بجن لا يحب الله الجهد المسكين القائل إلا من يؤمن. فإذا قال المؤمن كمان ولا من فقال له انكر معاك ما يأتي يا هذا الجلال الحديث من عاد ما يطلع في الساعة والإيمان. ما يفعل اعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة وارتداء هذه البدعة هو حب الظهور وقديما قيل حب الظهور يقصد الظهور. ولذلك باختصار قل أقول ولعل هذا القول يقف بهذه المناقشات التي بين الطائفتين هو التصريح بين ما إذا أردنا أن يفرج الرجل فنذكر محاسبه ونفعل. أما إذا أردنا أن يدخل الأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختقار فنذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبرير من تنظيم وربما من تفسير أيضا إذا كان شروط التفسير لتحقق رفض الإنسان. هذا ما أعتقد أنه الخط الذي يختلف فيه بين هؤلاء السلام والاختقار. أقول أن هذا الوارد الجرح والتعديل في الناس الحاضر وبحق وأخينا الدكتور وليع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعيد أبدا والعيد معه. فإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا أكثر من مرة أنه لن يتمتع في أسلوبه يكون أنفع لغيره من الناس سواء كانوا معه أو عليه. أما من حيث المعارض فليس هناك مجال لنقله للإطلاق إلا أنا أسألت إلي أيضا من حين وشدة الكتب أما أنه لا يلازم فأنا كلام قليل جدا لا أقول إلا أحد رجل إما رجل جاهل وإنه يتعلم وإلا رجل ماهر هذا لا يستفيد منا عليه الا انه لا له ان يرضيه سواء الصلاه. هذا هو جواب السؤال ولهذا القدر الكفايه والحمد لله رب العالمين.